ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرش بوي وحبيبي قلبي عم كوكو. حبيبي يا جو، حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. واليوم لو نرجع بالزمن لورا وتفتكروا طلعت الرحاب، كانت الشروق، طلعت الشروق مع الشاب الجميل مروان حسين. حبيب قلبي احلى تحيه ليك. كنا جربنا مطعم وكان في حاجه عجبتنا قوي من عنده وحاجه اديناها صفر، وده كان قدام صاحب المطعم يعني صفر كده، وكان هو واقف ورا الكاميرا. فهو الباشا جه فتح لنا فرع هنا في شيراتون، قلنا نشوف هل عدل من نفسه والحاجات اللي كانت قويه لسه قويه ولا قلت ولا بقت احلى. هنشوف مع بعض النهارده. احكي لنا يا عم كوكو. النهارده يا جماعه احنا معانا فاير هاب، وده فتح في شيراتون في الشارع اللي فيه النساجون الشرقيون. أيوة. على الناحيه الثانيه جبنا منه بقى المنيو كله نجربه ونروح له هناك. مش كله قوي عشان في حاجات كتير ناقصه. ما في حاجات ناقصه للاسف مش موجوده عندهم، كان نفسي نجربها النهارده بس للاسف ما كانتش موجوده. وهنجيب الحاجه، وعايزين ايه؟ عايزين 5000 لايك وشير الفيديو في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. وها قد حضرت الاشياء، وللاسف ثلاث حاجات من اللي احنا كنا طالبينهم مش موجوده. اللي عرفنا نبدله بدلناه، واللي ما لقيناش مكانه بديل للاسف خسرناه. بعت مناديل كتيره قوي ما شاء الله، يعني بطاطس كتيره، بطاطس كتير. انا عندي حاجه لو مش عارف جرانش ولا ايه. بقول لك يا كوكو، هو انا جاي النهارده كول سلو من اللي انا كنت وعد الناس بالطريقه بتاعته، ومش عارف اعمل له، مش عارف اعمل له فيديو لان ما بعرفش اعمل الفيديوهات اللي بتاعه الطبخ دي، فمش عارف اعمل ايه. بس النهارده هنعمل حركه جامده قوي. ايه رايك؟ هو كيرو لسه ما شافوش، وفي هنا معانا كول سلو، البسه نغمي عينيه وندوقه من ده ومن ده وناخد رايه. ايه رايك في الفكره؟ حلو. في خلال تجربه عمليه بالظبط، وبما يرضي الله. والله العظيم بما يرضي الله بالظبط. هنظبط بقى الحاجه دي ونرجع لكم على طول. ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، دي تشيز فرايز فيها حوالي ممكن نقول بطاطسايه وعليها رشه جبنه شيدر ب 65 جنيه. يا جماعه دي بطاطس يا جماعه، انا عارف ان البطاطس غليت بس برضو يعني، طب زود بتاع ده صوص شيدر، زود بطاطس، وزود بطاطس، زود اي حاجه. يلا بينا. صوص الشيدر تحفه بس عايز الزيت برضو. البطاطس عباره عن عجين ولكن صوص الشيدر ممتاز فوق الوصف. نسمع راي عم كوكو. بطاطس، البطاطس مش باينه فيها توابل خالص. لا ما فيهاش. صوص الجبنه الشيدر حلو قوي 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 بالظبط. فيعني ما تهريهاش قوي كده البطاطس، وزود سنه صوص شيدر. السعر انا شايفه غالي شويه بس الطعم بصراحه لذيذ. نعد، يلا بينا. 1 2 3 4 من 10. انا 8 من 10 وكيرو 4 من 10. وهنجيب اللي بعد كده، وده بقى ايه بدايه الصدمات. هل ظبطوا البرجر بتاعهم ولا هياخد صفر تاني؟ هنجيبه ونرجع لكم. ونخش بقى على تاني حاجه يا جماعه، بس قبل ما نبدا بيها احنا كنا طالبين سندوتش كمان، بس للاسف عشان بعتين مرسول فمجاش، فهنحاول انه يجي. بقى يحصل معانا كتير قوي الموضوع ده، كل ما نطلب اوردر نلاقي حاجه ناقصه ونفضل متدبسين في الاستوديو قاعدين مستنيين الحاجه لما تيجي، وما نعرفش مرسول هيجيبها ولا لا. لو قدرت اجيبها هجيبها، لو ما جابهاش كده كده هنعمل شكوى في الابلكيشن بتاع مرسول. يعني هو عامه دي مش غلطه مرسول، المفروض المطعم ياخد باله من الاوردر اللي طالع. والاثنين الغلطه من الاثنين، والمرسول يراجع والمطعم يطلع الحاجه مظبوطه. ما علينا، قول لنا دايق. زي ما انتم شايفين كده، ده سندوتش مشروم برجر، وده عباره عن مشروم صوص جبنه خس طماطم خيار مخلل، لقمه عيش سيئه. سعره 160 جنيه. يعني بص لما بتدوس عليها ما بتطلعش تاني، خلاص هي دوسه وما بتطلعش. يلا بينا ندوق. 100 وكام؟ 160. قطعه برجر تقريبا صغيره 140 جرام، ما تزيدش عن 140 جرام. يلا بينا ندوق. طيب هنا نسقف لصاحب المطعم شابولي بجد، لان هو اكد لي ان هو هيغير قطعه البرجر وهو مغيرها تماما. طلب بقى تاني منه لو شاف الفيديو ده بس يغير لقمه العيش. لقمه العيش مش افضل حاجه، هي طازه ولكن نوعها مش افضل حاجه، بس هي طازه جدا بصراحه. الصوصات مع الخيار المخلل مع قطعه البرجر اللي طعم اللحم فيها حلو، اللي نسبه الدهون فيها متوسطه جميله، ممتاز. كوكو، المشروم حلو قوي فريش، طعم الشوي واللهب حلو قوي قوي قوي، تغيير كلي وجذري في البرجر عجبني قوي. يبقى متفقين انا وكيرو، هي ممكن نقول ان السعر عالي شويه بالنسبه لكواليتي اللقمه اللي انت حاطط فيها دي. نعد، يلا. 1 2 3 8 ونص من 10. انا 9 من 10 طبعا، لان اديت البطاطس 8 وفعلا كان كتير. كيرو قال لي كتير، فلا هو كتير عنده حق، فده 9 واللي فات 8. وهنجيب اللي جاي. ومرسول كلمنا وقال لنا
مش عارف يعني ممكن اتاخر عليكم في الساندوتش، فمش عارف هنلحق في الفيديو ده ولا لا. هو اللي جاي اختبار كول سلو. الكول سلو اللي انا عامله دلوقتي هغمي كيرو ونرجع ادوقه الاثنين بتاع المطعم وبتاعي، ونرجع لكم بعد ما غمينا عيون عم كوكو نقول لكم الوجبه الاول. دي وجبه بروست 2 قطعه سبايسي معاها كول سلو ومعاها بطاطس ومعاها مفيش خبز. لا في خبز في خبز تمام، خبز وشويه كاتشب. مش عارف الرانش ده جاي معاه. في صوص رانش اكيد جاي مع الوجبه. انت بتشاور عليه ازاي؟ انت عارف منين؟ ما هو محطوط هنا. ايوه ماشي. دي سعرها 150 جنيه. سيبكوا بقى من الكلام ده كله. لو الفيديو، لو اساسا الكول سلو عجب كيرو وانتوا عايزين يعمل طريقته، وهيبقى معايا كيرو برضو في الفيديو ده وهنعملها كده قدامكم هنا. انا مش عارف اعملها ازاي، بس يعني لو وصل 5000 لايك هنعمل لكم طريقه الكول سلو ده لو عجبت كيرو اساسا. طيب زي ما انتوا شايفين الكول سلو بتاعي اهو اللي لونه مغمق شويه عشان انا مظبطه بقى حركات وبركات، والتاني الابيض الفاتح ده بتاع ايه؟ بتاع المطعم. ندوق كيرو اني واحد الاول. اندوقه مش هقول عشان ما يعرفوش. ده اندوقه ده انتوا عارفين ده بتاع مين. افتح بقك براوه عليك. معلش انا وقعت عليك، حقك عليا. ونمسح بمنديل. قول لي ايه رايك في الكول سلو؟ مع بتاعي او مش بتاعي، قول حلو وحش. ايوه انا وقعت على ايدك، سامحني يا اخي. ما تقول لي امسح لك ايدك يا ولد. انت بتقول وقعت. يلا انا افتكرت وقع على الترابيزه. احكي لنا. هنا طعم الكرومبايه مش افضل حاجه. تمام. فيها سنه مراره. تمام. حاسس بطعم التسكيره. شكرا صاحبي واخويا. كمل. لا كمل، مالكش دعوه باي حاجه. مالكش دعوه باي حاجه. برضه ممكن تبقى حته سيكه. تمام. طيب يبقى كده انا دوق بقى ده يا اخويا. هو ايه؟ دوق يا اخويا. ثاني انا عامله لك معلقه بظبطك عشان اوقع عليك كالعاده. احكي لنا. ده عالمي شهادة لله. طب احلف وحيات امك وابوك ده عالمي؟ عالمي والله. افتح عينك. هنا في طعم اللبن حلو قوي، في ميه. افتح عينك خلاص، افتح عينك. هم عارفين دلوقتي اللي انت اكلته دلوقتي بتاعنا. طيب ماشي، سلم ايدك. حلو والله. وده ما عجبكش بتاع المطعم؟ لا ما عجبنيش والله. طيب يا جماعة، دي طريقة الكول سلو بتاعة جو وكيرو كرش بوي. لو الفيديو جاب 5000 لايك بعديها بتلات اربع ايام هتلاقون انا وكيرو قاعدين بنخرط في قدرة هنا وبنعمل لكم فيديو. ما جابش 5000 لايك انا اسف مش هقول الطريقة. طب اقرب حاجة شبه مين ده؟ المقاطعة. المقاطعة ما كدبتش عليكم لما قلت لكم انه عارفين بقى الطبق ده؟ ده من المقاطعة تقريبا يكلفك في سكة علبة ونص، في سكة يعني 150 جنيه، لأن العلبة النهاردة عندهم تقريبا معدية 90 جنيه. دي مكلفان أنا مش هيزيد عن 15 جنيه تقريبا. أيوة. وأحلى من بتاع المقاطعة. نخش بقى في الجد. نخش. أنت ده بالنسبة لك الجد النهاردة. طب أنا ما دوقتش أساسا، استنى أنا كمان أدوق. دوق. ده بتاع المطعم. ده تحس انه معمول بميه معطنه. ندوق بتاعي. والله العظيم كيرو ما يعرف اني واحد يا جماعه. انتوا عارفين احنا ما بنحورش عليكم. فرق السماء من العمى. ده اصلا ما تحسش ان في لبن. لا في لبن ولا في كول سلو. بس شهادة لله انا كنت فاكر الاولين بتاع جو. ايوه ما انا بشتغلك عشان تلخبطك. عشان هو لا هو كان قايل لي ما بيعملوش بلبن. ايوه حطيت لك لبن. حطيت لك لبن. زودت المره دي لبن. فانا الاولاني ما حسيتش ليه بلبن، قلت ده بتاع جو. والله العظيم هتدعوا لي بس الاول تجيبوا 5000 لايك عشان نعمل لكم الفيديو بتاع الكول سلو. يلا بينا بقى على الجد، احنا طولنا قوي في الموضوع ده. نخش على الوجبه ال 150 جنيه، ودي كانت احلى حاجه عجبانا في المطعم. بس لون الزيت مش مشاهي. جامقه زيرو. فهو هيبقى عدل من البرجر اللي كان وحش وبوظ الفراخ اللي كانت حلوه. ندوق. طب هو واضح ان البروست بتاعه قل كتير عن الاول. ملحه توابلها مش افضل حاجه، قلت كتير. الزيت مش نظيف. والزيت وحش والقطع حجمها اقل. يبقى شبه متفقين انا وكيرو، مش هزود حاجه. كانت في المطعم احلى. دلوقتي مش وحشه بس كانت احلى للاسف. ايه افضل حاجه عجبتك في الوجبه دي؟ الكول سلو. يا
يلا ده خل وتوم. اه دقنا المفروض ان هو رانش ده مش عارف هو عباره عن خل وفعلا في نسبه توم مع حاجه طعمها مش حلو للاسف. نعد يلا بينا. 1 2 3 4 من 10 2 من 10 وكيرو 4 من 10 وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين ده ساندوتش اسمه فاير هاب على اسم المكان، وده بيبقى برجر عليه صوص جبنه كتير كده وفيه صوص لونه غامق شويه وهالبينو وخس وطماطم وخيار مخلل. وانا شايف ان لقمه العيش هنا مختلف عن التاني. انا حاسسها يعني حتى لونها بتلمع ازاي. ده سعره 155 جنيه. يلا بينا نتذوق. طيب هنا في شويه حاجات احسن وحاجات مش احسن. لقمه العيش دي احسن بكتير وشكلها مختلف تماما، اللمعه بتاعتها دي مختلفه تماما. الهالبينو سبايسي جدا وده عجبنا جدا، بس في نفس ذات اللحظة مالح شويتين فضايقني وبسطني، بس الساندوتش اوفر اول في الماشي منه بلقمة العيش الاحلى دي. كوكو ما انبسطتش بيه زي المشروم. المشروم كان احلى بكتير، حاسس بطعم اللهب. مشروم هو البرجر من السبايسي بتاعه حلو قوي، عجبني السبايسي بالظبط، بس ككومبو كله مع بعضه لا. لقمة العيش احلى بكتير، احلى بكتير من اللي كانت في التاني. مظبوط، يبقى متفقين انا وكير ونعد. يلا بينا. 1 2 3 انا تقريبا النهارده معلق مع الاربعة من عشرة. انا 7 من 10 وكير 4 من 10 وهنجيب اخر ساندوتش معانا لغاية ما يجي اخر ساندوتش اللي بعديه. ونخش بقى على الجد، وزي ما انتوا شايفين كده ده ساندوتش فاهيتا فراخ عليه كمية بصل ما شاء الله، يعني بصل قطع كده ومع فلفل اخضر ومع صوص جبنة وايه تاني يا ولدي؟ ما فيش حاجه تاني. وصوص، الصوص بتاع الفراخ سعره 160 جنيه. بص البصل متقطع، بصل فيه متقطع قطع كبيره قوي، بس انا بحب البصل بصراحه. 160 جنيه على الحجم ده، انا عندي 3 قطع تقريبا او 4، 3 مكعبات، 3 مكعبات يعني 6 مكعبات فراخ، يعني بنتكلم في حوالي طمن فرخه نص صدر تقريبا. يلا بينا ندوق. والله ولا ربع صدر. اول قطمه دي عباره عن فلفل مشوي ببصل مشوي. ايه انا كنت مستني جو يقولها بس ما قالهاش. لا ده سندوتش خضار. ما بالظبط، ما هي نفس الفكره. مش حاسس بطعم الفراخ في البصل والفلفل، والفراخ قليله والبصل والفلفل كتير. هناخد قطمه تاني. والله ما يهديك. طيب يا عمو يا اللي واقف على الجريل، انت يرضيك انك تاكل ساندوتش زي ده ب 160 جنيه؟ ساندوتش حرفيا حرفيا سندوتش بصل مشوي بفلفل اخضر مشوي حرفيا. طعم الفراخ مفيش لان كميتها قليله جدا، طعم صوص الجبنه مفيش لان قليل جدا. 160 جنيه في لقمه عيش وبصل وفلفل بس، ده حرفيا بجد. انتوا يعني انتوا عارفين ان احنا بنقول لكم الراي بالظبط، هو بالظبط كده. كوكو هو زي ما جو قال فعلا، انت بتاكل سندوتش خضار، هو لقمه العيش حلوه قوي الصراحه. زي اللي فاتت. صوص الجبنه فيه في حته كده بيبقى فيه منه كتير، طعمه حلو قوي. لا ما جاش معايا. انما الفراخ قليله جدا جدا، يعني انت مثلا هتحط فراخ قليله ما تكترش الخضار، يبقى الاثنين قليلين. انما انت مكتر الخضار قوي فغالب على طعم الفراخ، فانت اكنك بتاكل سندوتش خضار. ومعلش انت حاطط لي 6 قطع، انت حتى بتقول لي دول اقل من ربع فرخه. 6 قطع كده وقطع كده يا جماعه، ايه ده؟ ب 160 جنيه غير مقبول تماما. نعد. يلا بينا. 1 2 3 ده للاسف هو المطعم ده لازم كل مره ياخد معانا صفر، يعني هرب من البرجر وقع في الفراخ. انا عارف دي كانت لعبته الفراخ والله. بالظبط، فللاسف الساندوتش ده طبعا قيمه مقابل سعر صفر تماما. بالظبط، حتى تتبيله الفراخ مفيش تتبيله حتى واضحه حاسين بيها والله. طب كده في ناقص معانا ساندوتش، احنا هنقفل الفيديو ولو جه الساندوتش هيبقى هم شافوه قبل ما نقفل الفيديو. تمام، قفلنا الفيديو على كده، يبقى الساندوتش للاسف. طب تقييم المطعم ايه؟ هنقول دلوقتي. خلاص احنا خيرنا كل السندوتشات ودينا ده صفر. اوفر اول المطعم طور من نفسه في البرجر، غير قطعه البرجر تماما. خد بالك من لقمه العيش لان كان في لقمه للاسف مش حلوه وباقي العيش كان حلو. الفراخ انت نزلت بالمستوى مش عليت، عليت بس بالبرجر. ده رايي انا، واكتر حاجه عجبتني المشروم برجر. بالظبط، يعني النهارده كل اللي دي على المشروم برجر، والبرجر الثاني يجي بعديه. البطاطس اي كلام لانها كانت مهريه وصوص الجبنه قليل. نعد. يلا الكول سلو علشان نعملها، عشان ما حدش يسالني على طريقتها غير لما يجيبوا كام. 5000 لايك يا جماعه. تمام، جو مش هيتنازل بقى، اصل حاجه احنا والله ما مش هنعرف نعملها قدامكم. يعني انا بعملها في البيت كده على روقان، فالنجا صورها لكم فيديو انا وكيرو، الموضوع هيبقى صعب علينا بقى. ساعدونا بال 5000 لايك
ونقيم عم المطعم بتاع اسمه فارهب. فارهب واحد اتنين تلاتة. ما انا مش حاسس انه ياخد اكتر من انا اربعة وانت تلاتة صح؟ اه اربعة للأسف لم يرتقي الى الخمسة لان الاسعار في حتة والكميات والكواليتي لا الكواليتي حلو بصراحة بس الكميات في حتة تانية خالص ودي كانت تاني تجربة لينا مع عم فاير هاب وقلنا عايزين منكم 5000 لايك فعشان الفيديو ونعمل لكم الكورس لو كمان ونشوفكم على خير في فيديوهات جديدة وكان معكم جوكر شبوي وكيرو سلام.